الذهب شنو اللي ذهب؟ يا رب اني ما كنت جبت العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد من قناة لوك اوف تنز ومعي صديقي اليوتيوبر المبدع تاج. اليوم طبعا هو المختص بهذا الفيديو واللي بيساعدني، لان تعرفون لو انا استلمت الموضوع بيصير نفس فيديو السمبوسة. احنا الحين في كوفي شوب اسبريسو راح نصنع اغلى واجمل والذ كوكيز ممكن تشوفونه في حياتكم. الصراحة انا متحمس بس ما ادري هل فعلا راح اضبطه زيهم. طيب هم يسوون الكوكيز هذا الصغير، بس احنا اليوم نبي نسوي شيء اكبر والذ وكذا، يعني شيء يعني ما قد سووه قبل. الوصفه ما نقدر نحط لكم اياها لانها مره سريه. وصفات سريه يا جماعه، حتى احنا ما يقولون لنا اياهم، يعني يقول حط كذا حط كذا حط كذا عشان ما نسجل ولا نحفظ ولا شيء. طيب ليش قلنا ان هذا بيكون اغلى كوكيز في العالم؟ لان الشوكليت اللي راح يستعملونه، ترى الكوكيز اللي راح تاكله مره غالي. انا بضيف الشوكليت بروحه مره غالي، يمكن لو انت طالع هنا ادفع الدبل الدبل. ليش قلنا ان هذا اغلى كوكيز؟ لان الكوكيز هذا اسم الماركه بالرونا. الماركه هذه تعتبر، شفتوا السيارات مو في سيارة روز رايز اللي هي الفخمة، تخيل ان هذا الشوكليت انه يعتبر الروز رايز حق الشوكليت، عرفت؟ لما يعني في عالم الشوكليت والطبخ لما احد يقول لك بالرونا تقول اوه من جد هذا يستعملونه، عرفت؟ الحين بنروح نجهز المعدات كلها ونبدا طبخ. مو طب هل يسمون الكوكيز طبخ ولا خبز؟ خبز يعني، خبز يعني، بس انه يعتبر طبخ يعني. صح، لان حتى بالانجليزي يقولون اي بيكت كوكيز، صح؟ مو اي كوكت كوكيز، صح؟ اي بيكينج يعني. بيكينج ولا هو خبز لانه بيحط الفرن. بريكنج باد. يلا اوكي خلينا نجيب الاغراض ونجي. كاج، ايش تجاربك مع الكوكيز؟ يعني ايش الاشياء اللي سويتها قبل مع الكوكيز؟ انا تجاربي صفر، كلها بس اكل الكوكيز. انا سويت وايد كوكيزات يعني في البيت، بس ما سويت حجم عود. حلو، ما زلت اسوي حجم عود. طيب ترى الكوكيز في انواع، في بني ابيض، اشياء اسمر، ما ادري شنو، شوكليت ابيض وبني. ايش سويت؟ شوكليت واللي هو العادي الابيض يعتبر يعني. طب هل انت من عشاق الكوكيز؟ اكيد والله. بس شوف الكوكيز مشكله، صدق الكوكيز يعني انا من النوع اللي عارف الوصفات، فيها 1000 وصفه يعني، عرفت؟ يعني في كوكيز ساعات في الزبده، كوكيز في الطحين، كوكيز صح مره حليب، ساعات كوكيز سائل، ساعات كوكيز عجينه، فانواع الكوكيز وايد، فانا ما اعرف شنو تقدر تسوي او هم شنو يسوون هني، ما حد يقدر يعني تعرف شكلها ولا العجينه. الصراحه في عجينه سائل وفي عجينه الصراحه هي شوي، انا مره شفت العجينه كانت قاسيه، اعتقد ان احنا اللي بنسويها راح تكون قاسيه، بس لما تنخبز تصير لينه وكذا سوفت. طيب الحين عندي بعد شيء ثاني، هل تبغى نسويها محشيه بالشوكليت ولا تبغى نخليها ممزوجه بالشوكليت؟ فهمت؟ اي يعني تبغى نقدر نخليها ستاف كذا لما نفتحها كذا تكون. خلينا نسوي الاثنين. لا نحن اوريدي بنسوي واحده كبيره. صح 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 صح, صح. بنجرب لو قدرنا نسويها محشيه اوكي، بس هو بالنهايه بنحط عليها طبعا شوكليت. اوكي تتحكم عادي. طيب يا جماعه واضح اني ما افهم ولا شيء بالشغله، توني نزلت تحت قالوا لي مستحيل ان نقدر نجيب كل اغراض المطبخ اللي راح نقدر نسوي فيها الكوكيز هنا. قالوا ان حجم الكوكيز اللي احنا بنسويه لازم ننزل المطبخ، بس الموضوع صار حماس اكثر لان احنا الحين بنروح داخل المطبخ وداخل المعمعه وداخل الحاره. يلا جاهز؟ اكيد. اي والله. يلا نسبه السكر اليوم عندك 6 مليون بتوصل. طيب يا جماعه دخلنا المخبأ السري والمختبر السري اللي راح نصنع فيه الكوكيز. طبعا لازم نحاسب يا جماعه سوالف النظافه هذه. ايش قاعد تاخذ؟ عشان شو بطل معك؟ حق الشعر؟ حق الشعر. فيصل ان ذا هاوس، جوتم المرشدين والخبراء اللي راح عشان ما نضيع في الوصفه. زين ذا؟ شوف 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 مختبر كيميائي. جاهز. هذا اتحداكم تتذكرون هذا اللي لبسناه باي فيديو انا ويوسف، خلاص امزح معكم فيديو ملزوم ما راح اتعبكم. لازم سؤال، لازم اغطي اذني ولا اخليها مفتوحه؟ لا خلاص ما نشوف. صح احنا وصلنا الحين، هذه المقادير كلها واصله، وهذا الشوكليت اللي احنا كنا نتكلم عنه، هذا شوكليت الفالرونا، وهذا اعتقد ان هذا السكر البني، وهذا الزبده، وهذا الطحين وما ادري ايش، وهذا واحد من المكونات السريه اللي يخلي الكوكيز لذيذ. بخلي كاد هو اللي يمزجهم، لان انا لو مزجت هذول كلهم اتوقع يمكن يطلع عصيده. يا جماعه طبعا الوصفه السريه فما اقدر اقول لكم بالضيع بالضبط شنو السالفه، بس المهم راح نبتدي لكم الحين ناخذ الاشياء. اول شيء هاي الزبده يا جماعه، زين راح نحطها على السكر البني. حلو. طبعا هو صاير دايب مو دايب، شلون اكيد مو نحطها على طحين؟ تخرعي. لا مو حين، هاي بعدين تخرعي. زين الحين عقب يا جماعه الحين بالخلاطه مالتنا هنا عشان نخلط الشوكلت السكر مع الزبده. الشوكليت يا جماعه، الشوكليت طبعا في حاطين شوي ابيض وشوي بني. زين راح اسوي الخطوه الثانيه. اوكي خلاص خطوه بخطوه. هنا عندنا ذي الخليطه يا جماعه، وذي راح نشغله.
اوكي طبعا لدرجة ان هني شلون هم كل شيء قاعد يدققون عليه، قال لي بس ليه درجة 2؟ طبعا انا في البيت حط 5 10 اي يعني اي شيء ما يفرق، اهم شيء تفرم بس. انا لو علي والله افرمها بيدي اشوف. بنعومة وسلاسة، بنعومة وسلاسة، سهولة سهولة، حنية حنية يا اخي والله شكله فخم بس شكله فخم غير عن البيت. لسه ما كلينا يا كاج، لسه ما كلينا. طيب يا جماعة هذا كوك مزج الزبدة مع السكر البني، مزيج مرتب. النكس انت دورك الخطوة الثانية. انا احس انها اصعب من خطوتك بواجد. ايش خطوتك الثانية؟ بس يعني ما اكتب شيء. ترى البيض مهمة صعبة. طيب يا جماعة الحين مهمتي البيض والزبادي. الزبادي ادري يمكن غريب، انا نفس عن نفسي اول مرة اسمع ان الكوكيز ينحط فيه زبادي، بس في مقدار معين الحين راح احط فيه الزبادي، هم قالوا لي اياه. كنا اكثر بسم الله يا رب مو اكثر، يا رب مو اكثر. لا يعني اكثر كنا ايش دعوة؟ بالضبط والله بالملي بالجرام. الحين راح اضيف البيض. بسم الله هذه البيضتين. اتحدوني اعطيكم معلومه، كيف تقول بيض بالهندي؟ اسمها اندا. فر 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 فر. ايوه ايوه بسم الله. وهذا الثانيه عاد خلص، الاولى بديت واحده، الثانيه عاد لازم يمكن تتفشل. طيب شوفوا المزيج الحين شلون صار، شوفوا المزيج شلون صار حقنا. الحين راح نبدا نخلط. يا اخي انا واحد من الناس اللي لما اشوف الحلا وهي تسوى ما اشتهي، بس لا ابغى اشوفها بس بالناتج النهائي. طيب يا جماعه ملعقه واحده من سائل الفانيلا، امزح ما راح اقول لكم الريسيبي، ملعقه واحده من سائل الفانيلا. ركز محاسب، كل شيء بدقه وكل شيء بالمقادير. حنيه ورفق، حنيه ورفق. يا اخي شلون كذا زبادي وكوكيز، احس غريب شوي. بسم الله. كاتش انت الكوكيز اللي سويته قبل كان عباره عن كذا يعني بعد؟ لا ما كان فيه سكر بني، كانت مكوناته غير يعني. تحس هذا طعمه كيف يطلع فرق؟ احس يطلع وجبه لان فيها وايد اشياء غريبه اول مره، واقول لك كل واحد لا ما رشه كل واحد بوصفه. حبيت ان المكونات اللي موجوده انت ما جربتها عرفت قبل يعني؟ كنت داخل التمرين وطشرت شو اسمه العجينه كلها عليه. 2 hours later. كاج يلا دورك. هوب هذا الخليط اللي انا الحين سويته. الحين بنشوف كاج ايش اللمسه اللي راح يسويها وايش الفلسفه اللي عنده. يا جماعه كتبوا في الكومنتات كم تتوقعون سعر الشوكلت هذا. كاج تخمينك كم تتوقع سعر الشوكلت هذا؟ عاد على حسب يعني كم الكميه. الكرتون الواحد. كرتون؟ الكيلو كيلو كيلو. ليش احس ب 6 روبيات؟ بقول لك في اذنك. تم. تذوب، شنو الذهاب؟ تعال تعال تعال. الحين راح نضيف طحينه هني وملح وما ادري شنو، شوي شوي على ذي اللي سويناه هني، ما اعرف اشرح. راح ناخذ شوي شوي، زين؟ الخليط يعني. اي، فقال لي بس نحط على سرعه واحده تخيلوا لان جلوتن ما جلوتن شيء ما فهمت بس يعني. طبعا لازم ما نكس بزياده يا جماعه، لازم شوي شوي. بحنيه ورف، بحنيه ورف. لانه زي ما انت قلت على سرعه رقم واحد ها؟ واحد بس، ولا نزيد. انا والله في البيت حطيت 10 الحين. بخلص بسرعه يعني ما نستعجل ها؟ كاج قاعد يجيك شعور لو ودك تحطها اسرع شيء وتخلص كذا بسرعة. ودي الحين اي بس اوكي يعني اعتقد الحين خلاص ما لازم نضربها اكثر. قال كذي. يا جماعه جات اللحظه الحاسمه اللي راح استعمل فيها الشوكلت هذا الغالي اللي ودي ابيعه الحين، وراح احطه في الكوكيز هذا عشانكم بالفيديو الحلو. شنو قال لك؟ قال لي رقه وحنيه. لازم رقه وحنيه ونعومه وسلاسه، وهذه كلها الصفات بوش فيني. فبسم الله والله اني خايف ما ابي اخربها يا جماعه، لان لو عرفتوا هذا بكم والله يمكن تطقوني، يمكن تسوي ان سبسكرايب، لاني انا يمكن لو خربته بتزعل. يا جماعه خايف والله شوي. يا رب اني ما اكون جبت العيد، يا رب اني ما اكون جبت العيد. خايف قاعد اجهز حق الشرده عشان لو جبت العيد راح اشرد. قالوا انه لازم ما اغرسه داخل لانه بيطلع الكوكيز شكله مو حلو لو طلع انا داخل، عرفتوا؟ يلا كلها صارت واحده. طاحت ذي، استغفر الله، ما يصير لازم اخليها.
ما ايش قاعد اسوي، ما ايش قاعد اقطها بطيء، بس اني خايف خلاص عرفنا انه غالي. خلاص اصبر اي الغالي بعد يبي له حنيه وش اسمه. نعم الغالي الغالي للغالي الغالي الغالي, الغالي. شوي شوي شلون قال يا جماعة؟ أقسم بالله طعم الشوكولات اللي قاعد أكله والله لذيذ. أنا واحد من عشاق الوايت شوكولات، أي شوكولاتة بيضة أنسفها. الحين ما سويت ولا شيء ترى، كله فوق. لازم يكونون تحت. رانا. الله مطاح أشول مطاح. زين مطاح. والله عبالي انقلب. حياتي أسوي حلا، ما أخذت أي تجربة سابقة، فعشان كذا شوي يعني سامحوني. حسيت ما سويت ولا شيء. أنا حق كبسة في بر، أنا واحد حق مدفون فلهاف مون. ما أقدر. تخيل هاي الشيول، ها شوف اسحب واقلب. لا عشان كذا كانت بتطيح، لأن كنت متخيلها شيول. اصبر شوي. كاد والله بنقدر ناكل كل هذا. يلا خلينا نشوف يا أبو حنية يا أبو سلاسة أنت. تعرف عم تقول كده أوكي؟ يلا. حبيبي شوف أنا ختام. ختامها مسك؟ سو والله شكلها نار، اقسم بالله شكلها نار. طيب انا ابيك تقول لي الصج، لو جات اللحظه اللي راح نجرب فيها الكوكيز وطلع هذا احلى كوكيز كليته بحياتك تعترف لي. راح اقول بس لما اكل راح اقول. زين سو الحين لازم نخليها لمده ساعه ترتاح يا جماعه، ما ادري ليش يعني ما راح تنتفخ، بس لازم نخليها شي قالوا هاي شيء انا في البيت ما كنت سويته. وتخيلوا معلومه ثانيه قاعد يقولها ان نقدر ناكله ني كذي، تقدر تقولها في بيض. هذا العجينه اكلها ني؟ اي تخيل في بيض وشلون تاكلها ني؟ الله حق انا لي سوابق. شوف انا ما اكل سمبوسه نيه وجربت البيض الني، فما اتوقع هذا بيعيقني يعني، بس شويه ما مو متشجع مره اني اجربه. لا يلا جرب انت تاكل اشياء نيه. هذا متاكد؟ قد شربت بيض ني؟ في شركات يبيعون العجينه هذه في علب بحيث ان الناس تجربها وتاكلها نيه، متخيلين؟ عجينه كوكيز نيه تاكلها، لازم تنخبز عشان تكون كوكيز يعني. الحين راح نجربها نيه. يعني راح اجرب شوي متحمس. صبر هذه قطعه كوكيز شكلها الحال، متخيل الطعم؟ زبادي وسكر بني وطحين وشوكليت. بس شرط تجرب معي كات. جرب ولا ايه؟ اذا اوكي طلع طعمه ما طعم احس. حلو والله، قسم بالله انه حلو، ما في طعم بيض. شنو طعم بيض؟ انزع والله حلو. الله جرب 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 يا ولد جرب. زي جماعه مع انه في بيض بس مره واحده في الحياه. بسم الله. اصبر اشوف ردة فعله يا جماعه، اشوف ردة فعله ردة فعله. لا تبال لا تكذب. والله حلو صح؟ اصبر. غريب. حلو. في طعم غريب بس لذيذ. شلون؟ تخيل ان هذا ولسه ما انخبز. طيب يا جماعه احنا بننتظر العجينه تقعد ساعه وبعدين راح نخبزها بالفرن لمده تقريبا 9 الى 10 لازم اقول وصفه. المهم احنا كنا داخل المطبخ اللي في الكوفي شوب اسبريسو، الحين راح نطلع برا وراح تشوفون الكوفي شوب شلون تصميمه مره حلو ولطيف وتقعد فيه كذا مريح للنفس. حتى الاضاءه اهم شيء ان الاضاءه تكون صفراء، يعني ما احب اي كوفي شوب تكون اضاءتها بيضاء. شوفوا هذا اللوجو حقهم هنا، تذكرون جينا كم مره وصورت هنا كل سناباتي وقاعدة الناس كيف مريحة بضاعة الشمس مرة حلوة في النهار، واللي أحلى من كذا وأحلى من كذا أن عندهم قهوة مرة خرافية وحلا مرة حلو. شوفوا هاي الكلمة إيش معناتها؟ هذه معناتها سوشيال هاب أوف بحرين. هذا نوع حلا ثاني بإذن الله راح أصور يوم سناب ان شلون احنا نقدر نسويها، عرفتوا؟ اسم الحلا هذا سان سيباستيان، بس هذا مره معقد 10 مرات اكثر من الكوكيز، الكوكيز يعتبر 1% عند هذا الحلا المره صعب. طيب يا جماعه بعد مرور ساعه اخيرا العجينه جاهزه، العجينه اتوقع اسمها، العجينه جاهزه الحين بناخذها وبنحطها على الصحن هذا وبندخلها الفرن. هذا شكل العجينه بعد ساعه. بسم الله ما شاء الله. يلا والله قاسية مرة. اصبر الكوكيز بالطريق يا جماعة، الكوكيز بالطريق. صبروا. هذه كوكيزة ان شاء الله تستوي هي. وهذه كوكيزتنا العملاقة يا جماعة، اغلى وافخم عجينة ممكن تذوقونها بحياتكم. شوفوا كانها بيض الديناصور ما شاء الله. ترى زين ما تحس ان خفست شوي تحت؟ والله ما اتوقع، بس احتياط حسب تعليمات الشيف كاج يقول نخفسها شوي. كاج هذا عشان اليوم والله انا هذه اسمها كبسه الكوكيز. انا خايف انها ما تستوي.
داخل. طيب كاج يقول ان حجم العجينه كبير فممكن الفرن ما يطبخها، بس انا متفائل اقول ان شاء الله ان شاء الله نجرب. هوب ندخل الفرن، يلا دخل. يلا 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 يا جماعه، خلصت لازم نطلعها قبل ما تحترق. بسم الله، ترى مره حار، ريحه نار. شوف كيف الريحه، لا تطيح في جيلها حاسب. ها قطع الطاوله هنا. يا جماعة طلعت الكوكيز، طلع الكوكيز. والله شكلها يا جماعة أقسم بالله الريحة شيء مش طبيعي. شوفوا التفاصيل، ودي أفعصها بصبعي من فوق. لا أقسم بالله ودي أفعصها والله. كذا والله الريحة، لا والله ما توقعت. صار كوكي وحدة عودة، عرفت؟ مو صار كيكي، صار كوكي عودة. لما تبرد شوي تنزل أكثر. ما شاء الله ما شاء الله، تكفون قولوا ما شاء الله. ما اقدر اوريكم قد ايش هي كبيره، فشوفوها مقارنه بيدي. الله، بعد 1000 ساعه. بسم الله، بعد 70000 ساعه. للامانه هل تستحق الانتظار؟ انا مشاهدتي تستحق. شكلها مره جوسي لذيذه، الشوكليت دايب، الريحه خرافيه. تفضل على صحنك. طبعا ما توقع بستعمل الصحن، بندخل عليه. نظرة أخيرة يا جماعة قبل ما يحترق، أكبر كوكيز وألف كوكيز. تبخر والله، والله من كثر هذا فن كذا خايفين نخربه. خلاص اللحظة الحاسمة، تفضل. ذوق ما صنعت يداك. صوت صوت صوت. ايوه دايب بعد الحار ودافي وايت شوكلت وبراون شوكلت، يعني مو بس براون شوكلت. انا متنت. يلا قول بسم الله. ابغى اشرب الزيت. كم شرب الزيت؟ ها ها، لا تخوفني. بقول لك بسم الله، اي حب الحلفان جوي. قول ها، كرنشي، صوتي قرمش. نار. بالعافيه بالعافيه، نار عظيم. طعمه غير، مو بس لانك جوعان. طعمه غير، مو بس لانك جوعان، يعني حلو. لا لا اي مو عن كوكيز، يعني طعمه مو كوكيز المحتوى، طعمه كوكيز لذيذ، يعني ما ادري شلون اوصف لك والله. اقسم بالله يذوب داخل، يذوب فيهم ما تدري مزيج الطعم كذا مش طبيعي. كاج دايق ميت جوع، وحين هذه قال افترسها مسؤولي. بس شوف 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 كمية، انه كيف الكوكيز جوسي من داخل، مشبع بالشوكولاته والحركات، ابدا مش يابس. انا يوم شفت العجينه كانت قاسيه، ما توقعت ان الكوكيز بيطلع قاسي، ابدا ما توقعت انه بيطلع كذا. توقعت انه بيذوب يمكن شوي، بس اعتقد العكس، العجينه اللي كانت يابسه تصير ايليا، اللي كان سرق الكوكيز يصير يابس. اعتقد يعني نفس البسكوت يصير اللي كان يابس اذا كان النساء. والله ممكن تشوف النص بعد أليف أليف، صح الأطراف صارت متحمشة أكثر، وكل ما ندخل داخل أكثر نلاقي الكوكيز جوسي أكثر. ما أحب شوكليت، راح يحب ذي الشيء. هاي طلع في تكنيك أو فيها فكرة إن المقادير تكون صح في الثلاجة وما أدري شنو، هذي شان صح مفتكر فيها، أحس إنه يا أخي يا أخي يعني بالتالي. وخصوصا حق كوفي شوب، حق الكوفي شوبز والأماكن الحلا لازم، لان كل يوم يضطرون يسوون نفس الشيء حق الناس، يعني ما تقدر تذوق الكوكيز بكره تذوق طعمه غير، عرفت؟ بس في البيت عادي يعني تطقطق اي شيء، عرفت؟ يعني ما حد يقول لك شيء. تعرف هاي ساعه احلام الشيء يكون، يعني اذا كنت كوكيز صغيره جديده تحلم تكون كذي عشان ما اشبع منها. ولا متحقق حلمي. اخي الله والله شكرا لك ما تحب غيري، لان صراحه انت انك ملك الحلا وملك فيديوهات الحلا، فضروري تكون جزء من هذا الفيديو. الله الله. جينا حق موضوع الشوكليت. رايك بالشوكليت؟ هل تحس انه مميز ولا انه شوكليت عادي؟ طعميا يبين فخم. حلو. بس انا وايد احس ان الارخص اطيب والذ، لان فيهم سكر وفيهم معدنين وما ادري شنو اشياء، فطعمهم يطلع احلى. يعني هاي كوكيز كامل بيرفكت، بس كشوكليت اللي قلنا قبل شوي يعني ارخص الشوكليت.
اتوقع اليوم السكر كذا طع طع طع. تعرف شو يبي لها؟ ماي. صح بختنق الحين ابي ماي. والله بكميه سكر. انه ماي ثقيل. ما عليه. ليه ما نكتب؟ اللي يبيها يا جماعه راح نبيعها باكر. شفنا كم قطعنا هاي بنسوي عليها مزاد زي ما سوينا مزاد على الرسمه اللي صورناها امس يا جماعه. صورنا فيديو انا وكاد هو رسم رسمه ومقمض عينه وحاولنا ان نبيعها بس اللي صار في النهايه ما اقدر اقول لكم لازم تشوفون الفيديو بس ان المهم انه راح يسوي رسمه ثانيه وراح يعرضها على مزاد. طيب يا جماعه هذا اللي قدرنا ناكله على الكاج تقريبا مو نص الكوكيز اكثر من الربع بشوي. اتمنى عجبتكم الحلقه يعطيك العافيه كنت كاج ضيف خفيف لطيف وما قصرت والحمد لله انا عجبك الكوكيز. كم تعطي الكوكيز من 10؟ 10 من 10. والله هل ودك تسوي تجربه ذي مره ثانيه او سواء في البيت او هنا تجي اسبريسو بوقه مره ثانيه الكوكيز؟ انا مصعب اقول لهم ابيهم يعطوني الوصفه والله العظيم الحلقه ذيك بوقه الوصفه اذا تبي تعال تجي اسبريسو وتشتري الكوكيز. ما قال لي كم المقادير. المهم يعطيكم العافيه على المشاهده. حطوا لايك اذا عجبكم الفيديو وممكن افكر احط لكم الريسبي ما ادري بشوف اذا نزل الفيديو. شيك الديسكربشن بتلاقي في الوصف رابط قناه كاج بتلاقي بعد حلا احلى من هذا بمليون مره. ويعطيكم العافيه واشوفكم بالفيديوهات الجايه. ترى يوسف شارك كام جديده والجسر بيفتح ترقبوه. باي باي يعطيك العافيه كاج باي.